شوت يبحث عن الزاوية، عن زاوية زاوية التنفيذ، عن الزاوية والثغرة من الدفاع، ملعوبة من الشوت والحارس. زغدان بيوس راه ممتازة رائعة على الجهة اليسرى، هدف يحاول يفتح الزاوية، يوزع كرة داخل منطقة العمليات، وشوشي يغير أو يخرج الكرة. شريف الوز صافرة الحكم السيد محمد بنوزة الدولي الجزائري تنهي المرحلة الأولى. المولودية خروج شيتا، هاي الكرة صعبة على الشوشي والدفاع، هناك خطأ. ملعوبة داخل منطقة العمليات والحارس الشوشي أمام شيبان يخرج الكرة أمام القوي دمان. يخرج لك المودن، يحاول المودن يسدد، تضرب بالدفاع، كرة ثانية صعبة خطيرة جانبية على مرمى الحارس الشوشي من شيبان بالخطأ من الدفاع، كادت أن تتحول إلى مرمى الحارس الشوشي. شاهدوا والتدخل، وكادت الكرة تسكن شباك الحارس. تسديد والحارس الشوشي قيطون بقوة كبيرة، والحارس الشوشي ينقذ مرمى، تصدي ممتاز يخرج الكرة إلى ركنية. هذا هو القائد والمدافع القوي والتسديدات القوية من قيطون. تأتي اليمنى، محاولة من عمران يوزع كرة والدفاع يخرجها لسعيود في الكرة الثانية، ربما سعيود يحط وجانبية على مرمى الحارس الشوشي بقوة كبيرة. يخادع الشوشي بهذه اليسارية، ارتباء الشوشي المتابعة للكرة لبوطبة على الجهة اليسرى، يوزع كرة عرضية ولكن الحارس في المكان المناسب شوشي. والحكم السيد محمد بنوزة يعلن عن نهاية المباراة بين الفريقين.